الإجابة عن هذه الأسئلة معنا من العاصمة اللبنانية بيروت الدكتورة رويدة إدريس أخصائية تغذية. دكتورة مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إذن ما أفضل الطرق برأيك كأخصائية تغذية حول كيفية تعاطي الناس مع المأكولات والوجبات اليومية لتلافي زيادة الوزن؟ يسعد مساكي أولا وأهلا بكم. بالنسبة للموضوع هذا لفت نظر الموضوع ده نظرا لأنه الناس في المجتمعات صارت تروح للإكستريم، إما إنهم يقرروا إنهم ينتقلوا للأغذية العضوية بشكل كامل اعتقادا منهم إنه هم كده بيسلكوا سلوك حياة صحي، لكن بيكون قصير الأمد، يعني بسرعة مرهق اقتصاديا، غير متوفر بشكل دائم. بالإضافة إنه يعني البيئة زي ما تكلمت في المقالة حقتي إنه البيئة اللي موجودة ما هي بيئة صحية، سبب الدخان، سبب عوادم السيارات، إنه بتروح على أي كافيه بيكون فيه تدخين وأراجيل وسجاير وكذا. إحنا عايشين في بيئة غير صحية، فالأفضل إنه الواحد يعتدل، ما نروح للإكستريم، نحاول نغير من أسلوب حياتنا بطريقة صحية، يعني نبعد عن كل ما يؤذي صحتنا. دكتورة اعذريني على المقاطعة، لكن ممكن ترفعين صوت حضرتك شوية أكثر، الصوت واطي بالنسبة لنا. أوكي دحين الصوت أحسن؟ أحيانا كثير أحسن، تفضلي. طيب تمام، فيعني زي ما كنت بقول إنه إحنا للأسف بنتعامل مع ماركة إحنا أو شنطة أو أي شيء إحنا نشتريه براند بطريقة أحسن من ما نتعامل مع صحتنا. ممكن نشتري شنطة براند بمبلغ 15,000 ريال بينما نسترخص صحتنا، ما نقدر ما نحط لها. بس لما اجي اقول لك ممكن انك تعمل اشتراك وجبات صحيه ب 1500 ريال تقولي كثير وتقعد تفاصلي وتدخل على محل براند وتشيلي لك شنطه بمبلغ ثلاثه رواتب ثلاثه اسر وتمشي وانت حاسه نفسك انك انت في شيء احسن كان ممكن تاخذيه. نعم. فمهم جدا اننا نبدا نفكر انه نعطي الفيرست بريورتي تكون لصحتنا مش للاشياء اللي ماديه المؤقته، لانه هي الصحه اللي حتفضل معنا، وهذا يكون بتغيير اسلوب حياتنا، نفكر بمنطق قبل لا نختار اي شيء انه حنحطه بجسمنا. دكتوره هنا السؤال، بماذا تنصحين الناس لتلافي زياده الوزن، وما متوسط العمر الذي تنصحين به لعمل الحميات الغذائيه؟ من اي سن مثلا الى اي سن للجنسين طبعا نتحدث؟ طبعا هو مفروض تكون الديفولت، يعني انت تنشئي على اسلوب حياه صحي ما حتضطري لزياده وزن وما حتضطري انك تلجئي للحميات الغذائيه، يعني لو نشات تلاقي صحن الفاكهه والخضار على الترابيزه حتكبري هذا الشيء عادي بالنسبه لك وما حيزيد وزنك. ما ننتظر انه يزيد وزننا عشان نلجا لحميه غذائيه، لانه الحميه بتولد عندنا الاحساس بالحرمان وهذا بيؤدي لاننا نلجا للاغذيه اللي مكتوب عليها للحميه اللي تشعرنا بالامان، بالتالي تؤدي لزياده وزننا بشكل اكبر لانه احنا حناكل منها كميات اكثر. فالموضوع هو بس تعود الجسم على العادات الغذائيه الصحيه عشان ما يعود في شيء اسمه حميه في حياتنا، يكون شيء اسمه اسلوب حياه. والابتعاد عن البرامسز او الوعود السريعه لفقد الوزن، لانها بالتالي بترجع بتخلي الواحد وزنه يزيد بشكل اسرع وبطريقه يعني بتكون بشعه. نعم. نتيجه للشعور بالحرمان خصوصا الحميات الخاطئه. شكرا جزيلا لك الدكتوره رويده ادريس اخصائيه تغذيه، حدثتنا من العاصمه اللبنانيه بيروت.